بمناسبة اليوم العالمي للفن الإسلامي، أطلقت هيئة البحرين للثقافة والآثار سلسلة فعاليات تقيمها لأول مرة على مدار يومين متتاليين للاحتفاء بهذا الفن العريق، والتي ينظمها مركز الفنون ومتحف البحرين الوطني بحضور معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيسة الهيئة وتواجد دبلوماسي، إضافة إلى عدد من المهتمين بالشأن الثقافي. فنون زاخرة بالتنوع والإبداع، فنانون يبدعون صياغا فنية مبتكرة ويعيدون نقل التقاليد بوسائل جديدة عبر معرض فنون من العالم الإسلامي، والذي يقام وللمرة الأولى على مستوى العالم في موسمه الأول في متحف البحرين الوطني. وقد جاءت هذه الاحتفالية لتقام في شهر نوفمبر من كل عام بعد إقرارها من قبل منظمة اليونسكو، بناء على مقترح قدمته مملكة البحرين ضمن برنامج المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية. 2018 حين كانت المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية، تقدمت مملكة البحرين بمبادرة ليكون هناك يوم عالمي للفنون الإسلامية، وتم طرح الموضوع على منظمة اليونسكو وأقر في العام الماضي، وهذه الاحتفالية الأولى ليوم الفنون الإسلامية. هذا المعرض يشمل عدد من القطع الأثرية التي تعود لحقب إسلامية من مملكة البحرين، وأيضا مشاركات من الدول الصديقة. نحن في هذا الوطن الكبير وهذه الحضارة الممتدة إلى آلاف السنين لدينا نوع من الفنون استوعبته الحضارات الأخرى وخصصت في المتاحف العالمية قاعات مخصصة للفن الإسلامي. نقاش عالمي عن بعد حول الفن الإسلامي يقدم على منصة زوم، يطرح المحاضرون فيه مجموعة من المواضيع المختصة بهذا الفن، والتي من شأنها أن تساهم في استكشاف آفاق العالم الواسع للفن الإسلامي وفرص وإمكانيات استثماره في المستقبل. كما يعرض مجموعة من الأفلام الثقافية التي من شأنها أن تساهم في الكشف عن المزيد من مواطن الجمال التي يتمتع بها الفن الإسلامي. الفن الإسلامي منتشر ومعروف مش في الدول الإسلامية بس، ولكن في كل أنحاء العالم من خلال تنوع الفن الإسلامي في العمارة، في الخط الإسلامي، وهذا يعني أثر حتى على الفن الأوروبي. ممكن نقول أنه مثلا ماتيس أو بيكاسو اقترعوا من الفن الإسلامي واستعملوه في الفن المعاصر. هذه الفعاليات التي تقيمها هيئة الثقافة للاحتفاء باليوم الدولي للفن الإسلامي ستلعب دورا كبيرا في مد جسور التواصل الحضاري والإنساني ما بين مختلف مناطق العالم، وستساهم في إثراء المشهد الفني الحضاري لكافة الشعوب الإسلامية. فعاليات متنوعة، برامج مختلفة، معارض وندوات، وأفلام وثائقية تحتفي بها هيئة البحرين للثقافة والآثار على مدار يومين بمناسبة اليوم الدولي للفن الإسلامي، تلقي الضوء فيها على جمال وعراقة هذا الفن وتنوعه وتراثه وارتباطه بحضارة وثقافة مملكة البحرين. نقدمها نخبة من المختصين في هذا المجال. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.